جانا مع هذيك 6 الصباح عيطوا علينا، هي ما توفات السيده مع 3، وعيطوا لنا مع 6 الصباح جينا حنا العائله ديال السيفاوي. وتا جات الفاجعه ما عرفناش كيفاش السيده الله عمرها دار، ماشي شي وحده هي صاحبه الفقراء داك الشيء. اخر لقاء كان عندكم معها ولا اخر لقاء اول كنشوفوها في داك الشيء كنا انعاش ما تشوفهاش من جاج كيشوفوها يفوتش معها ساعه المكانه، هادشي اللي كاين العائله كلها والعائله ديال السيفه راه كترحم عليها كامله. اليوم مع 5:30 ديال الصباح عيط ليا ولد اخي شوقي ولا عيط ليا قال لي عمي راه حاجه راه ماتت، وكنت غادي نمشي باش نشد التران ونمشي ليها ويحبسني في الطريق قال لي لا حنا راه جايبينها لكازا غادي نديوها ندفنوها وغير بقات تما بلا ما تجي. وانا دابا حاليا جيت راه امي هذيك، انا تنقول لك دابا في عمري سنين راه 63 سنه في عمري راه عشتها من الطفوله الى من نقول زياده الى يومنا هذا، وانا كنشوفها ومشيت لها كنمشي واحد الصغر ودوزنا معاها يعني ما الحمد لله عمرها ما خسرت الخاطر ديال اي واحد، لا الولاد ولادها ولا لينا ولا كل شيء. وكنا حنا في عود ولادها بزاف كاع، وكانت دري اختي راه كانت عندها نيت وراه تتعرفها وكانوا دليله وكانت رجاء وكانت مينا وكانت سميه عندها الحمد لله، هادو كلهم دازوا عندها وحنا شفنا وعشنا معاها. الانسان كي الصغير كي الكبير هي ما تتعرفش شكون هذا ولا شكون ذاك ولا كل شيء عندها بحال بحال، المغاربه كلهم مزيانين عندها كلهم تي. ودابا ما نكذبش عليك لان تقريبا شي عامين دابا ما شت من دوله ديال كورونا وهذا كانت تحبسات علينا، ما بقينا قدر الواحد اللي يمشي عند هذا ولا يجي عند هذا كل واحد في الدار، ولكن كيبقى الاتصالات الهاتفيه بينه وبين ولاد خويا وبين هذا. الله يرحمها وينزل عليها في هذا النهار الله ولا برحمه الله.